من القاهرة والناس نشرة أخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس للأحزاب: الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن. احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس. 50 قرى و70 خروف و30 عنزة مهر ابنة أوباما. وإليكم تفاصيل النشرة. على الأحزاب والقوى المدنية أن تتوحد من أجل تقوية الحياة السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا على الخلافات الحزبية لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر. هكذا كدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته للأحزاب خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية المصرية، مؤكدا حرصه على الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق ممثلا في الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن. وعاد الرئيس لدراسة مقترحات الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات، كما تحدث مع ممثلي الأحزاب عن التحديات الداخلية والخارجية وما تحقق من إنجازات، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة وغيره من المشروعات ونجاح المؤتمر الاقتصادي، مطالبا الأحزاب بأن تعي خطورة المرحلة الحالية ومشيرا إلى أن مصر تعيش أجواء معركة وأننا في حالة حرب. مصر ترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا وتدعو إلى مواجهة خطاب الكراهية. هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية في كلماته أمام الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالكويت، موضحا أن مصر تؤكد على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وضرورة وقف التحريض ضد المسلمين، مشددا على أهمية الدور الذي تطلع به المنظمة في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والذي يعد أحد أهداف المنظمة طبقا لميثاقها. وتسعى المنظمة إلى تحقيقه عبر التعاون والتنسيق مع الدول غير الأعضاء مع احترام سيادتها ودون التدخل في شؤونها الداخلية، إذ يعد هذا النهج الوسيلة الناجحة لحماية الأقليات المسلمة هناك وضمان حقوقها وحرياتها. احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث تشهد حالة طقس ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا والرياح ناشطة على معظم الأنحاء إلى حد العواصف المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى تدهور الرؤية على الطرق. وسجلت درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 28 والعظمى 45، في الإسكندرية 25 والعظمى 38، وفي شرم الشيخ 30 والعظمى 43، وفي أسوان الصغرى 28 والعظمى 45. خطوات قليلة تفصل بين مقر الحكومة في شارع القصر العيني وفندق الميريديان القاهرة على نيل جاردن سيتي، وأسئلة كثيرة تدور حول صمت الحكومة عن مهزلة إطلاق واحد من أهم فنادق العاصمة، وما يدور حول تغيير هويته ونشاطه لدرجة أنه تم منع تقديم الخدمات المتعارف عليها سياحيا في الفندق. إغلاق فندق أو تغيير هويته هو اعتداء صريح على الثروة الفندقية للبلد، وهو إهمال واضح لدور الحكومة في مراقبة النشاط الاستثماري والسياحي والفندقي، خاصة أن إغلاق الفندق يضر ضررا بالغا بتوفير فرص العمل، كما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات التي كانت ستعود عليها لو كان الميريديان يعمل. مهر ابنة الرئيس الأمريكي 150 رأس ماشية، هذا ما عرضه محامي شاب من كينيا على باراك أوباما. ليتزوج ابنته ماليا ذات 16 سنة. وذكرت صحيفة ذا نيروبن الكينية أن المحامي فيليكس كيبرونو عرض تقديم مهر عبارة عن 50 بقرة و70 خروف و30 عنزة، مشيرا إلى أنه انجذب إلى ماليا عام 2008 عندما كان أوباما يخوض حملة الرئاسة الأولى، وكانت حينها في العاشرة، قائلا التزمت بالبقاء وفيا لها منذ ذلك الحين ولم أرتبط بأحد، لافتا إلى أنه سيطلب يدها من أوباما خلال زيارته الأولى لكينيا بلد أبيه في يوليو المقبل. النشرة انتهت، لكن عزيزي المشاهد تستطيع أن تكون أحد مصادر نشرات القاهرة والناس. شاهد، صور وبعث لنا على news@القاهرة والناس.com. الآن تستطيع أن تكون مراسل القاهرة والناس. إلى اللقاء.